ابتدي بقى لي ملف فيهم. اللي يعجبك. اقول لك على حاجه، تعالي نمشي بالترتيب. يلا بينا. تيجوا نبتدي من كاس العالم والمشاركه الاخيره للنادي الاهلي، ومنها على ماتش السودان اللي جاي، منها على دوري ابطال اوروبا، ومنها على الدوريات الاوروبيه المختلفه. هنلحق تفتكر كده؟ يا ربنا يدينا العمر. احنا ورا قاعدين قاعده حلوه. دلوقتي رؤيتك العامه لمشاركه النادي الاهلي في النسخه الاخيره من المونديال كانت عامله ازاي؟ هل عندك تحفظات؟ هل عندك نقاط شايفه ان هي كانت مميزه؟ طيب اولا خلينا نبارك، وانا اقصد بكلمه نبارك للنادي الاهلي انه حقق المركز الرابع على مستوى المركز الرابع طبعا عالميا على مستوى بطوله كاس العالم للانديه. اللي حصل اختصارا يا كريم انه الناس زعلت او احنا زعلنا ان الاهلي حقق مركز رابع. ليه؟ لان احنا تعودنا في الفتره الاخيره ان الاهلي بيحقق برونزيه، ما بيرجعش باقل من برونزيه. فده خلانا السنه دي او في النسخه دي تحديدا احنا طموحنا بقى اعلى، انه احنا لا احنا هنوصل لسيمي فاينل. احنا عندنا طموح ان احنا هنكسب ريال مدريد وهنوصل فاينل مع الهلال السعودي. الناس كان عندها، انت لو كنت يعني بتعمل استطلاع راي او بتقابل الناس في الشارع تقول لهم الاهلي هيعمل ايه في ماتش ريال مدريد، هيقول لك هيلعب ند بند. مش الموضوع مختلف تماما 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 عن لما كنا بنقابل بايرن ميونخ. كانت الامور ايه؟ لو كنت بتقابل اي جمهور او اي اشخاص او اي مشجعين للنادي الاهلي كانوا انهزاميين قدام جدا الطائر. جدا، وكان الردود مش عايزين نتغلب 8 زي برشلونه. ايوه تمام. لكن في النسخه الاخيره او قبل مواجهه ريال مدريد الوضع كان مختلف تماما، وده كان لعده اسباب. اولها انه الاهلي في المباراتين قدام اوكلاند سيتي وقدام سياتل قدم شكل جيد جدا، قدر ان هو يكسب في المباراتين 3-0 و1-0، ما استقبلش ولا هدف. شكلنا كان حلو، شكلنا كان فنيا بعض اللعيبه حتى اللي كانت مش متالقه في الدوري المصري او يعني كان مستواها متراجع بشكل ما، كان ادائها مختلف تماما في المباراتين الاولين اللي في الاول في كاس العالم للانديه، وده بالتالي ادى للناس امل كبير جدا قدام ريال مدريد. ايه اللي حصل قدام ريال مدريد؟ انت كنت الشوط الاولاني اديت شوط يعني مش هبقى ببالغ لو قلت ان انت لعبت شوط عالمي قدام ريال مدريد الشوط الاول. ولولا ان الشوط الاولاني خلص 1-0 اعتقد النتيجه كانت هتختلف تماما في الشوط الثاني. لو جيت حتى تبص على الاحصائيات او الهجمات او التسديدات او لا، هتلاقي ان الاهلي كان منافس لريال مدريد، ما كانش متراجع، لا كان في هجمات، ما كانش بيلعب مثلا زون ديفنس، ما كانش متاخر يعني. بالظبط ما كانش متاخر. ايه اللي حصل بقى في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني الوضع اختلف، بعض الاخطاء وهي قدرنا بعض الفرص بصراحه، ويعني دي حقيقه. وهي البطولات اللي زي دي انا هوند بقى، انت ما بتبقاش مستني ان يجي لك فرصه ثانيه، خصوصا انت بتلعب بالزبط قدام بطل دوري ابطال اوروبا. طب فانت مستني هي فرصه واحده انا هسجل منها. طب مش هقول فرصه فرصه نص فرصه كمان بالظبط كده، الفرصه دي ما جاتش هيجي غيرها، لا هو ممكن ما يجيش غيرها. فهي دي بعض الاخطاء الفرديه اللي حصلت سواء في مباراه ريال مدريد او مباراه فلامينجو هي اللي ضيعت علينا الميداليه البرونزيه. لو هنتكلم على اداء الاهلي فنيا، لا اداء الاهلي فنيا بشكل كبير كان مرضي جدا 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 لينا كجماهير. لكن اللي اثر او اللي كان سبب واضح وسبب مباشر في ضياع الميداليه كانت بعض الرعونه، كانت بعض الاخطاء الفرديه من بعض اللعيبه، وده اللي خلانا نوصل يعني للزعل. يعني ده اللي